أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاصبر لحكم ربك كنت صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين.
وما أدراك ما الحال
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا صرصر عاتية تصدرها عليهم سبع وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واجية والملك على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا ظننت
فهو في عيشة راضية في جنة عالية الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.